بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الشارح رحمه الله: قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام. قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم الملائكة، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام. قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. إذا تكلم الله بالوحي غشي عليهم خوفا من الله، ثم فزع عن قلوبهم عليهم السلام. وقال ابن عطية رحمه الله: في الكلام حذف دل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء، الملائكة ما يقدرون أن يشفعون لأحد بدون إذن الله، ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني منقادون أي مطيعون خاضعون، حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة عليهم السلام، زال الفزع عن قلوبهم على ما اختاره ابن جرير رحمه الله وغيره. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الحق لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان رحمه الله: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي الملائكة عليهم السلام إذا سمعت الوحي إلى جبريل عليه السلام يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، أي سمعت صوتا كصوت جر سلسلة الحديد على حجر أملس، فتفزع عند ذلك تعظيما لله عز وجل وهيبة له. قال على الأولى: ومن لم يشعر، هذا القول الأول، وهو حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام. ومن لم يشعر أن الملائكة عليهم السلام مشار إليهم من أول قوله: الذين زعمتم، لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني الملائكة عليهم السلام إذا سمعوا كلام الله عز وجل غشي عليهم خوفا وفزعا، ثم يزول الفزع عن قلوبهم عليهم السلام. قال المعلق في قرة العيون: وهذه الآيات تقطع عروق الشرك
بأمور أربعة. هذه الآيات تقطع عروق الشرك من قلب من عقلها بأربعة أمور. الأول أنهم المعبودات الباطلة لا يملكون مثقال ذرة مع الله، لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا ينفع ولا يضر. فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده جل وعلا، وهو المستحق للعبادة جل وعلا. الثاني قوله وما لهم فيهما من شرك، أي تلك المعبودات الباطلة ليس لهم شرك في السماوات والأرض، وما لهم شرك مثقال مثقال ذرة من السماوات والأرض، لا يملكون حتى مثقال ذرة، فلا يستحقون العبادة. العبادة لا يستحقها إلا مالك الملك الله جل وعلا. الثالث قوله وما له منهم من ظهير، أي ليس لله منهم معين. هذه المعبودات الباطلة لم تعين الله، فالله هو الغني الحميد جل وعلا، والظهير المعين، فليس لله معين من خلقه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم لكمال غناه عنهم وضرورتهم إلى ربهم فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخراهم. الرابع قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا تنفع شفاعة أحد إلا بعد أن يأذن الله له، والشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد، وأما المشرك فلا أحد يشفع فيه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع أحد عنده أحد إلا بإذنه. وأخبر تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. الذي يتخذ شفيع بدون إذن الله فهو محروم، لا أحد يشفع له. أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم شفاعة الشفعاء. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لأن اتخاذ الشفعاء شرك، لقوله سبحانه في حقهم سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلينا أن نخلص العبادة لله تعالى ونعلق قلوبنا به عز وجل، فلا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله ويرضى، وذلك لأهل التوحيد. والمشرك منفية الشفاعة في حقه، منفية الشفاعة في حقه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ما تنفعه شفاعة الشافعين. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وذلك أن متخذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمله منه، وهذه من أنواع العبادة التي لا يصرف منها شيء لغير الله، وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص. فعلينا أن نخلص العبادة لله ولا نعلق قلوبنا بغيره. فإذا وحدنا الله
وأخلصنا العبادة لله ورضي الله عنا، يأذن للشفعاء أن يشفعوا لنا بعد أن يأذن لهم ويرضى عنا. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. وقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام، قالوا: ماذا قال ربكم؟ ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا: ماذا خلق؟ انتهى من شرح سنن ابن ماجه. هذا رد على الجهمية وغيرهم الذين ينكرون كلام الله ويؤولون كلام الله. فالجهمية يقولون كلام الله مخلوق، وهذا باطل. كلام الله صفة من صفاته جل جلاله. والأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يعني المعنى كلام الله واللفظ عبارة. هذا قول باطل. القرآن كلام الله لفظا ومعنى جل جلاله. ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله: قالوا الحق، أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. قوله: وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. علو القدر أي شأنه عظيم جل جلاله ورب العالمين، وعلو القهر هو القاهر فوق عباده جل وعلا، وعلو الذات أنه تعالى على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله. علو القدر شأنه عظيم، علو القهر هو القاهر فوق عباده، وعلو الذات على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك ربنا وتعالى. فله العلو الكامل من جميع الوجوه. فأهل البدع لا يؤمنون بعلو الله، ولهذا يحرفون، يقولون: الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى، تحريف لكلام الله. استوى بمعنى علا وارتفع، فهم لا يؤمنون بعلو الله، بل يؤولون، يقولون استوى يعني غلب وعلا ارتفع، ما يؤمنون بالعلو والارتفاع، بل يقولون استولى أي غلب وملك. وهذا تأويل باطل. استوى بمعنى علا وارتفع جل جلاله، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن العظيم، لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، ثم استوى على العرش الرحمن، في 7 مواضع من القرآن. قوله: وهو العلي الكبير، أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. فعلينا أن نخلص العبادة لله ولا نعلق قلوبنا بغيره جل جلاله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع شياطين، هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني أمال كفه وبدد بين أصابعه، فرق بين أصابعه. الشياطين هكذا يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع، فيسمع الكلمة، الشيطان الفوقاني يسمع الكلمة التي قالها الله عز وجل لجبريل عليه السلام، فيلقيها الشيطان الفوقاني إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الشيطان الأسفلاني يأخذ الكلمة ويلقيها إلى الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل ما يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أن يقول أهل الضلال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، الكلمة التي سرقها مستمع السمع تقع لأنه كلام الله. فالكهنة والسحرة يصدقون كذب الشياطين كله لأجل الكلمة التي سرقت واستمعها الشيطان من السمع. فلا يجوز للمسلم أن يصدق السحرة والكهنة، فالكاهن والساحر دجالون كذابون، لا يجوز تصديقهم. قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري رحمه الله، قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل عليه السلام بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوية رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الرسول من الملائكة جبريل عليه السلام ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار عز وجل يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم أي الفزع سألوا عما قال الله، فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى، إذا سمعوا كلام الله يخضعوا ويضربوا بأجنحتهم ويخشى عليهم خوفا من الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: خضعانا بفتحتين من الخضوع، أي يضربون بأجنحتهم خاضعين لله عز وجل حين سمعوا كلامه جل جلاله. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه خضعانا، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قوله: ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال،
المعجمة، ذلك أي القول، يعني يسمعون ذلك القول، والضمير في ينفذهم للملائكة عليهم السلام، أن ينفذ ذلك القول الملائكة عليهم السلام، أن يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فلا ينزل على أهل السماء إلا صيقوا. وعند أبي داود رحمه الله وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام. الحديث قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه أي ذهب الفزع عن قلوب الملائكة عليهم السلام. قوله: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق جل وعلا، فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الشياطين الذين يسترقون السمع، يركب بعضهم بعضا. وكان هذا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، كما قال الله تعالى إخبارا في سورة الجن أنهم قالوا: وأنا كنا وكان الشياطين يسترقون السمع قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، وأما بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام رموا بالشهب فلا يقدرون إلا ما شاء الله. فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاها الله، وهم الذين يستمعون الشياطين، يركب بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. قوله: ومسترق السمع، هكذا وصفه سفيان بكفه، أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، مات سنة 98 و100 رحمه الله، وله 91 سنة أي من العمر. قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء، يعني حرف كفه أي أمال كفه، ومدد أي فرق بين أصابعه، يعني هكذا الشياطين يرقب بعضهم على بعض. قوله: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الشيطان الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني الشياطين يرمون، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي بما أدرك، أي ربما أدرك الشهاب المسترق، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث لما رواه أحمد رحمه الله وغيره، والسياق له في المسند من طريق معمر، أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه رضي الله عنهم، قال عبد الرزاق من الأنصار رضي الله عنهم، قال: فرمي بنجم عظيم، رمي بنجم عظيم فاستنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ إذا رأيتم نجم رمي به
ماذا كنتم تقولون؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت. فالنبي رد عليهم: لا يرمى بها لموت عظيم ولا لولادة عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت أي كثرت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش عليهم السلام، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون أي يكذبون، يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله، قال أبي، قال عبد الرزاق رحمهم الله: ويخطف الجن ويرمون، وهي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله: فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر، وكذب بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. فيقال أن يقول الضالون: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ هكذا في نسخة بخط المصنف، وكالذي في صحيح البخاري سواء. قال المعلق: يعني أن قول الكاهن والساحر والعراف قد يصادف بعض الواقع، فيغتر الجاهلون المخرفون بذلك، ويحتجون بهذه المصادفة على تصديق كذبه الذي لا يعد، وهو مبني على افتراء الكذب على الله ودعوى معرفة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فلا يجوز تصديق الكاهن والساحر والعراف، فهم دجالون كذابون. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه قبول النفوس للباطل. النفوس تقبل الباطل إلا من رحم الله. كيف يتعلقون بواحدة يعني المسروقة من السماء ولا يعتبرون ب100 كذبة؟ فلا يجوز تصديق الكاهن والساحر والعراف والرمال وكل من يدعي علم الغيب. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فالحق يقبل والباطل يرد. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، أي يخلطون الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم، فلا يجوز التصديق أهل الباطل. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته. فيجب علينا أن نستيقن أن ربنا في العلو على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة عليهم السلام. فالله متصف بالكلام
تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء كلاما يليق به سبحانه وتعالى، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة عليهم السلام. وهذا قول أهل السنة قاطبة أي جميعا سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فالأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام، بل يقولون المعنى كلام الله، وأما القرآن هو عبارة، هذا قولهم وهو باطل. فالقرآن العظيم كلام الله لفظا ومعنى جل جلاله، وأنه يتكلم بما شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 106، قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، أي لا ميل لهم عن ذلك، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو التمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه، أي الميل. وقد علل بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أي مال عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط وهو الغلو، والتفريط أي التقصير. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، جل جلاله. قال الشيخ محمد خليل: شروع أي ابتداء في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب وإثبات الكمال والعظمة. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت
من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها. ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. قل هو الله أحد، أحد في الربوبية لا رب غيره، أحد في الألوهية لا معبود بحق غيره، أحد في أسمائه الحسنى وصفاته العلى لا مثيل له جل جلاله. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها، في سبب نزول قل هو الله أحد، أن المشركين قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك. الله أكبر، بين نسبه، أعوذ بالله. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن. من قرأ سورة الإخلاص بإيمان وأخلص العبادة لله يعطيه الله ثواب من قرأ ثلث القرآن، فضل عظيم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تأويل ذلك، أي في تفسير ذلك، على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبي العباس يقول المعلق، وأبو العباس هو أبو العباس ابن سريج. نعم، الإمام ابن تيمية نقل عن أبي العباس أبو العباس ابن سريج، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. القرآن العظيم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، أعظم الأنواع الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالاً، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. أحد لا يقال إلا لله جل وعلا. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني
الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء جل جلاله. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، لأنه غني لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء، لا جوف له سبحانه وتعالى، وبأنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. الصمد الذي تحتاج إليه جميع الخلائق جميع العبيد. فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله منزه عن جميع النقائص والعيوب، وموصوف بكل كمال وجلال وعظمة جل ربنا وتعالى، كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء، لا ولد له، ولم يتفرع هو عن شيء، لا أب له، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. فتفسير قل هو الله أحد عظيم، فهي تعدل ثلث القرآن إذا آمن بها واعتقدها ووحد الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله، صفحة 172 172: الحمد لله غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا الله إليه المصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولي الجد في العبادة والتشمير رضي الله عنهم. عباد الله، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان منكم فرط فيه فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين.
وأعده علينا أعواماً عديدة بالتوفيق والهداية والصلاح يا رب العالمين. وبادروا رحمكم الله أوقات شهركم الباقية، واستدركوا ما مضى منه بالحسرة والندم، واختموه بالتوبة النصوح والرجوع إلى صالح العمل. عباد الله، كم أناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح وأوقدوا المساجد طلباً للأجر المصابيح، ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح، وقبل التمام سكنوا الضريح، ولم ينفعهم المال والآمال لما نقلوا ورحلوا عن الدنيا قدماً قدماً، ونقض ما بنوه هدماً هدماً. أدارت عليهم المنون رحاها، وأحلت وجوههم في الثرى فمحاها. وهذا حالك عن قريب، فتيقظ يا قليل الزاد، وحادي رحيله قد حدا، تأهب للتلف وتهيأ للردى. ذهب عنك شهر الصيام وودعك، وسارت فيه قوافي الصالحين، وجهلك منعك، والتوبيخ متوفر، فما أرجعك ولا أزعجك. وأنت تؤمل منازل العاملين بأفعال الغافلين، فما أطمعك. يا من أصبح ساعياً إلى ما يضره، ستعلم من يأتي غداً حزيناً متندماً. كم من صائم يفضحه الحساب والعرض، وكم من عاص في هذا الشهر تستغيث منه الأرض. فيا ليت شعري من المقبول منا، فنهنيه على توفيق الله له بحسن عمله. اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. ويا ليت شعري من المطرود، فنعزيه بسوء عمله. فيا أيها المقبول، هنيئاً لك بثواب الله عز وجل ورضوانه ورحمته وغفرانه وقبوله وإحسانه وعفوه وامتنانه. ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه وظلمه وغفلته وخسرانه وتماديه في عصيانه، لقد عظمت مصيبتك وخسرت تجارتك وطالت ندامتك، فيا لها من خسارة لا تشبهها خسارة. لله در أقوام حرسوا بالتقى أوقاتهم، وتدرعوا دروع المراقبة في صبرهم، وجمعوا بين الصدق والإخلاص في ذكرهم. صبروا باليقين على ظمأ الهواجر، وبسطوا أقدامهم على بساط الدياجر، وعملوا ليوم فيه القلوب لدى الحناجر. أقبلوا على خدمة ربهم، على عبادة ربهم إقبال عالم، وما سلكوا إلا الطريق السالم. تذكروا ذنوبهم القدائم، فجددوا التوبة بصدق العزائم، وعدوا التقصير من العظائم، وبذلوا المهج الكرائم. فإذا جن الليل فساجد وقائم، ولا يخافون في الله لومة لائم. أين أنت وهم؟ فهل ترى الساهر كالنائم؟ كلا، ولا المفطر كالصائم. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير
الذي فقد أحد جناحيه، فيجب علينا أن نتذكر ذنوبنا وعيوبنا ونخضع بين يدي ربنا ونتوب إليه وننظر إلى نعم الله وإحسانه الذي لا يعد ولا يحصى، فإذا فعلنا ذلك هدانا الله عز وجل. لا بد أن نعرف ذنوبنا وعيوبنا ونخضع بين يدي ربنا عز وجل وننظر إلى نعمه وفضله وإحسانه فنشكره ونخضع بين يديه جل وعلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة يعني النظر إلى نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يجب أن ننظر إلى نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وننظر إلى ذنوبنا وعيوبنا ونتوب إلى ربنا عز وجل. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة، أي مشاهدة نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ومطالعة عيب النفس والعمل. تنظر إلى تقصيرك وذنوبك وتتوب إلى الله جل وعلا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: سيد الاستغفار، أفضل صيغ الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، ينبغي أن ندعو الله به دائما وأبدا. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، بين مشاهدة المنة أي النعم التي لا تعد ولا تحصى ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة النعم توجب المحبة والحمد والشكر لولي النعم جل جلاله، لولي النعم والإحسان. ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأن لا يرى نفسه إلا مفلسا، وأقرب باب يدخل منه العبد على الله تعالى هو باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض. دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة فاقة تامة وضرورة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود إلى الله تعالى ويتداركه برحمته جل وعلا. اللهم اجعلنا من حزبك وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وعبادتك، وجعلتهم ممن قبلت صيامه وقيامه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وصحبه أجمعين.